في هذا اللقاء وبملعب إمام فارس بالمضية كنا ضيفا غير مرحب به تماما، عدائية كبيرة وغير مفهومة ولا مبررة من شلة من الأنصار الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، فأهل المضية أهل ضيافة وشهامة وكرم. فالضيف الشباب بوفده وأنصاره تلقوا ترحابا كبيرا وبتهني الصعود. الظروف كانت صعبة وغير محتملة في زمن الاحتراف، ومع ذلك نجحنا في سرقة صور أهداف الشوط الأول التي بدأها كيبا بداية من الدقيقة الثانية. ذاتها اللاعب سدد كرة في الدقيقة السادسة ردها القائم وفشل في تسجيلها فرحات. بعد ذلك بن ساسي يوزع ورأسية فرحات علت عارضة إطار الحارس إبراهيمي الذي كان خارج الإطار تماما، وأهدى الشباب هدفا ثانيا بعد سوء تفاهم. ووكريف كيبا بذكاء أضاف هدفه الثاني في المباراة. أحسن عنصر فوق أرضية الميدان صاحب الخبرة الكبيرة زميت، وبسهولة تامة سدد كرة إلى الشباك في الدقيقة 16. رد الأولمبي كان متأخرا عن طريق الأحسن الذي سجل هدفا لم نلتقطه، والسبب تعرفونه جميعا. ياسف وبعمل رائع على الجهة اليسرى أمضى الهدف الرابع للضيوف. هدف الأولمبي بالقرفي استغل تهاونا في دفاع السنافر وأمضى الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 40 من شوط المباراة الأول. ياسف عاد إلى تهديد مرمى إبراهيمي بهذه الكرة الثابتة التي ردها